نحن أيها الإخوة لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التلفون. فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. وإنني أيها الإخوة لا أقول هذا لا رياء ولا تزلفا، ولكنني أقوله عن عقيدة ثابتة، لأنه إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شان، ولن يقوم لنا قائمة إذا اقتصرنا فقط على الخطب والتصريحات والوعود والوعيد، فهذا ليس شأننا أيها الإخوان ولا شأنكم. ونحن حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. نحن لسنا ممن يطلب الإعانات والقروض، ولسنا ممن يستجدي في سبيل بعض المسائل المادية الزائفة، ولكننا ندافع عن مبدأ ندين به بعد الله وبعد عقيدتنا الإسلامية، بأن العرب يجب أن يدافعوا عن حقوقهم. أيها الأخوة الكرام، نحن كما قلت لا نريد من إخواننا العرب إلا أن نتصافى فيما بيننا بأخوة